هذا ويواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم، حيث استقبلوا أول أيام التشريق بالتوافد إلى جسر الجمرات في مشعر منى لرمي الجمرة الصغرى في الوسطى ثم الجمرة الكبرى، بعد أن قاموا يوم أمس برمي جمرة العقبة. هذا وتعمل الجهات المعنية في المشاعر المقدسة على انسيابية حركة الحجاج في جسر الجمرات مع تطبيق خطط وتدابير وقائية مكثفة لرمي الحجاج للجمرات الثلاث بيسر وسهولة، كما تم تفويج الحجاج عبر الحافلات من مخيماتهم في منى إلى جسر الجمرات وفق خطط التفويج المعدة مسبقا. وأول أيام التشريق الثلاثة يأتي في 11 من ذي الحجة التي تنتهي بمغيب شمس يوم 13 من ذي الحجة.